الأكاديمية الذي كان في العام السادس من الهجرة النبوية الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بهم معه يريدون العمرة ولا يريدون قتالا، فكان العدد حوالي 1400 واحد. خرجوا باتجاههم إلى مكة، إنما يريدون العمرة ولا يريدون قتالا. فسمع قريش بهم فأعدت العدة لقتالهم وصدهم عن البيت. الرسول صلى الله عليه وسلم عسكر بجيشه في مكان في أقصى الحديبية بين الطريق بين مكة والمدينة، يعني فيما هو أقرب إلى مكة، مكان الحديبية عسكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا بعين ما قليل ما بها قعدوا ياخذوا المية اللي فيها مشكل فيها حاجة بسيطة أوي، أخذوا يسحبوا المية اللي فيها مش مكفياهم إن هم يشربوا. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم سهم من كنارته وأمرهم أن يضعوه في هذه العين، فأخذ سهم من كنارته ووضعوه في هذه العين، يعني زي بير صغيرة عين ماء، فوضعوا السهم الذي أخرجه الرسول صلى الله عليه وسلم من كنارته فوضعوه في هذه العين، ففاض ماؤها وشربوا حتى صدروا عن آخرهم، خلاص ما يكفيهم وبقوا يعني في تمام ورووا جميعا وضربوا عليهم. فلما كان كذلك جاء بدي ابن عمرو الخزاعي، بدي ابن عمرو الخزاعي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن القوم صادوك عن البيت، معه اللوث المطافين، بني بكر، بني كعب بن لؤيٍ، وعامر بن لؤيٍ صادوك عن البيت، يعني مش هيخلوك تروح البيت. قال إنا لم نأتي بقتال، وإنما جئنا إلى البيت، أردنا العمر، لم نأتي بقتال. فبدي بن وقاء الخزاعي من الناس يعني يعظموا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن دخل في الإسلام ظاهرا، لكن بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم
ده القبر. هل لو يعني ايه جايز؟ لو انت خلصت عليهم، هل شفت حد خلص على قوم؟ قالوا لا. اما بعد خطة رشد ان هم يخلوا بيني وبين الناس. لو هلاك وانتم عايزينه كده خلاص انا خلصت، ما تسلمش عليا. ولو كان هي الظهر يبقى خلاص تنظروا ان شئتم ان تدخلوا فيما دخل فيه الناس تخلوا. يعني ايه بعد؟ فماذا نقول يعني؟ اني لا ارى وجوها ولا ارى اوباشا خليل ان يفر ويدعوك. قالوا انا بسالك كده ايه اللي يشككوا في الناس اللي حواليك؟ قالوا الناس دي مش هتسمع يعني مش هيدافعوا عنك. ده انت لو جيت قتلت هيفروا. فمين رد عليه؟ رد عليه ابو بكر الصديق، ورد عليه رد بشتيمه. تعالى قالوا ايه؟ قال امصص بصر الباب، انا افر عنه وندعه. قال شوف الجهه اللي اعرف فيها. احنا نفرق عنه؟ قال امصص بصر الباب، انا نفر وندعه. وكان عمر بن مسعود استغرب قال ايه؟ لما شاف الصحابه حول النبي صلى الله عليه وسلم في غايه التوقير والاجلال. ما تكلم الا سكنوا وانصتوا، وما امروا الا ابتدروا امره، وما تدخم نخامه الا وقعت في يد احدهم فدلك بها وجهه. يعني اي حاجه تيجي من عند الرسول تستلقاها كده تروح ايه؟ وما رأيت أحدا يعظم أحد مثل ما يعظم أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم. شبه التوحيد والإجلال هو رخصة في غاية البساطة، والحاجة سهلة جدا، بس الصحابة في غاية التوحيد والإجلال. إذا تكلم سكتوا، وما يحدون النظر إليه تعظيما له. يعني مش حد يقدر يتبلى منه عينه. شمس يعني ايه؟ اجلالا له صلوات الله وسلامه عليه. فهو في هذه الليله كان بيحط ايده وين يمسك اللحيه بتاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يعني بيكلمه زي ما واحد بيكلم واحد بيحط ايده على كتفه، فراح ايه؟ فراح يمسك اللحيه، فالمغيره بن شعبه واقف مع عينه ايه؟ ظهر السيف عامل له كده. اول ما يقرب ولقيت ايه؟ اتحرك بدكه ايه؟ بظهر السيف. فقال مين؟ مين اللي واقف يعني ايه عمال يقول ده؟ هل ده المغيرة بن شعبة؟ قال يا غالب المغيرة بن شعبة ده قرب لاخوه قريب منه. قال له انت بتعمل كده وانا اسعى في غدرتك. ده انا بقى اعمل لك المشكلة بتاعتك. وايه المشكلة بتاعتك؟ شوف المغيرة، المغيرة صاحب قوما في الجاهلية قبل أن يسلم، وهم في السفر راح قتلهم وخلي المال بتاعهم وسافر وراح المدينة إيه؟ أسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أما الإسلام فأقبل وأما المال فلا. قالوا لا أنا مش أنا الإسلام ماشي، أنت أسلمت، أنت كنت رايح جاي وأسلمت ماشي، لكن المال ما تخش. فكان هو موجود عند الرسول صلى الله عليه وسلم وهو إيه؟ بظهر السيف يضرب ايه؟ المغيرة عروة بن مسلول. وده وضح برضه اللي احنا اتكلمنا عنه في مرة، وقلنا مفيش حد كان يتجرأ من اليهود انه يروح ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. الناس تقول لك كان في واحد يهودي بيزيد ويحط له مش عارف ايه ومرة طلع ما لقيش لا سأل عنه، ده كلام غلط طبعا مش مستحيل. ده الرسول ما خرجش من مكة إلا بمواثيق من الانصار ان هم يدافعوا عنه. فما فيش حد يقدر ايه يبص له ولا يقدر يعمل اي حاجه. فلما كان المغيره عمل معاه الكلام ده فقال له ده انا اسعى قدرتك. فروح بقى تاني مع الشباب. يعني ما رضيش ايه؟ قال له لا احنا بندافع عنه بالحديد. فكان يوقف للنبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبه المغيره بن شعبه كان واحد من اربعه هم من تهاة العرب، قالوا تهاة العرب
وزياده لابي سفيان عندهم دهاء، يعني ايه خطط مركبه وما يتخيلش يعرف يشتغل قدام. اربعه بالدهاء العرب، وده طبعا بيظهر في الايه؟ في القتال وفي المعارك وفي الاتفاقيات وفي الصلح، يعرف ما يتحكش عليه. فالدهاء ده حاجه كبيره، اكبر دهاء في العرب اربعه. فكان منهم الايه؟ المغيره بن شعبه. وكان الدهاء في مره هو خطب امراه وشاب خطب المراه. فالمغيره بن شعبه قال له انت ايه بتعمل ايه يعني؟ سال الشاب قال له انت بتعرف الحساب؟ انا لا بعرف الحساب، ده انا اعرف الحساب واحسبه من الالف للياء ما يخرج حاجه. كل حاجه بحسبها واقع. راح المغيره قال له ايه؟ قال له لا ده انا اصلا بجيب الكيس من الفلوس وارميه لاهلي ما اعرفش الا لما يخلص الامور خلص ابعت لهم غيره. لكن انت بتحسب بتحسب بتحسب. فالمرة قالت لا انا اخد واحد كبير ما يحسبش عليا، احسب واحد يحسب لي في كل ايه؟ صغيره وكبيره. فكان عنده ايه؟ عنده سرعه وعنده انتهاء شديد. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه والراجل ده عمر بن مسعود راح لقريش ورجع لهم مره ثانيه وقال لهم انا نصيحه يعني ما تصدوش عن البيت سيبوه. وقال لهم انا مش شفتش حد يعظم حد زي ما اصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. قال لهم الوضع بالظبط حصل كذا 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 كذا. فالمهم بعده معاه ايه؟ بعديه واحد راجل تاني اسمه تقريبا بكرس بن حفص. فلما النبي صلى الله عليه وسلم شافه قال هذا رجل فاجر. برز النبي عارف مين اللي جاي ومين. بعدها بعت واحد تاني من قوم يعظمون الهدي. أول ما جاي من بعيد والرسول صلى الله عليه وسلم شافه قال ابعثه في وجهه الهدي. يعني إيه؟ إيه اللي كان سايبينها للبيت الحرام. فلما بعثوها الراجل اتخطف قال إيه ده؟ في ناس جاية تعمل عمرة وتهدي للبيت أصدهم عن البيت. فما رضيش أبدا إن هو إيه؟ لحد ما جه بعده سهيل بن عمرو. سهل الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم سهل أمره، لأن الأمر إيه؟ بقى فيه سهولة. وقال لي الحديث بقية، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في سنته والعمل بما جاء به صلوات ربي وسلامه عليه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا لإخواننا في غزة، اللهم إنا نسألك فرجا قريبا لإخواننا في السودان، اللهم إنا نسألك أن تنزل عذابا وليس وسخطا على اليهود وحلفائهم، اللهم فرج جمعهم وشتت شتهم واجعل الدائم وتعاليهم وأرنا فيهم آيات وعجائب قدرتك، وصلى الله وسلم وبارك.